الأرجنتين، تعرف عنها إيه؟ هل لاحظت قبل كده إن منتخب الأرجنتين هو المنتخب الوحيد في أمريكا الجنوبية اللي عمر ما كان فيه لاعب واحد من ذوي البشرة السمراء؟ هل تعلم إن دولة الأرجنتين من أجمل دول العالم على الإطلاق؟ دولة الأرجنتين، دولة الأرجنتين لو تسألني عليها قبل ما زورها هقول لك كل اللي عرفه عنها هو مارادونا ورقصة التانجو، وما كنتش أعرف أي حاجة تانية عن دولة الأرجنتين. إيه هو بقى طبيعة أو شكل دولة الأرجنتين مثلا؟ هل هي طبيعة جليدية، طبيعة جبلية؟ كل ده هتشوفه النهاردة في الفيديو، وهختصر عليك رحلة كان مدتها شهر كامل في كام دقيقة بالظبط، بس هخليك تشوف دولة الأرجنتين كما لم تراها من قبل، أو مش هتشوف فيديو تاني هيلخص لك دولة الأرجنتين زي ما أنا لخص لك رحلة استمرت شهر كامل ما بين مدن من جنوب دولة الأرجنتين لحد شمالها. وخلي بالك إن احنا بنتكلم عن آلاف الكيلومترات، لأن دولة الأرجنتين في حجمها تكاد تكون مساوية القارة كاملة وليست دولة فقط. لو جاهز شد الحزام، ولو أنت غاوي سفر يلا بينا. أول مكان نزلنا فيه في دولة الأرجنتين هو أكيد العاصمة بوينس آيرس، والعاصمة زي أي عاصمة في العالم هي بصراحة مدينة كانت جميلة جدا، وبتبدأ تشوف فيها طبيعة الدولة اللاتينية، وبتشوف رقص التانجو في الشوارع زي ما أنت شايف. قلناش في بوينس آيرس واتجهنا على طول، هناخد أول رحلة وهنطلع فيها على مدينة الكلافاتي، وهنشوف فيها أول ظواهر وبديع خلق ربنا في دولة الأرجنتين. هناخد أول طيارة وننزل جنوبا على إقليم باتاغونيا مشهور، ونبدأ رحلتنا بمدينة الكلافاتي واللي فيها واحدة من أغرب الظواهر الطبيعية في العالم، وهي نهر وريتو مورينو المتجمد. والغريب فيه إن دونا عن باقي الأنهار المتجمدة في العالم اللي حجمها بينقص بسبب الاحتباس الحراري، النهر ده هو الوحيد اللي حجمه بيزيد، ولحد النهاردة العلماء مش قادرين يفسروا ليه حجم النهر ده الوحيد اللي بيزيد في العالم. مساحة النهر ده 250 كيلومتر مسطح، يعني تقريبا حجم مدينة كاملة. عمق التلج اللي قدامك ده 170 متر. بعد مدينة الكلافاتي هنطلع على عاصمة مدن التسلق الجبال في العالم كله، وهي مدينة الشلتان، ودي على بعد حوالي ساعة ونص بس بالعربية من مدينة الكلافاتي. يعني احنا لسه في إقليم باتاغونيا، وهي اصلا مدينة معمولة بس لزوار المنطقة من محبي متسلق الجبال مش اكتر. المدينة فيها اجمل جبال العالم، بس اهمهم هو قمة جبل الفيتز روي اللي زي ما انت شايف جماله مش طبيعي. المهم انك لو هتروح البلد دي لازم تكون جسمانيا محضر نفسك لأكتر من 150 كيلومتر تسلق جبال في مدة اسبوع، لان كل المناطق هناك مفيش اجمل منها. تعال بقى ناخد طيارة ونطلع حوالي 600 كيلومتر شمالا من اقليم باتاغونيا، واحنا لسه في الاقليم بس في اقصى الشمال فيه على الحدود بتاعته، ووريك ازاي جمال الارجنتين بيتغير، ونروح لسويسرا الارجنتين ومدينة بارولوتشي واللي بتقع على جبال الانديز، واللي من جمالها شبهوها بسويسرا والنمسا، وهي فيها شبه كبير من أماكن كتير موجودة في أستراليا. بعد بارولوتشي هناخد طيارة تانية وعلى مسافة 600 كيلومتر تانيين شمالا هنطلع على مدينة مندوزا، واللي فيها بتبدأ تشوف الطبيعة الجبلية الخلابة، وفيها رياضة التجديف في الشلالات. ولو عايز رأيي تقدر تخليك من زيارة البلد دي،
لان ما فيهاش حاجات مميزه قوي زياده عن باقي المدن اللي هنشوفها لسه، بس هي مدينه حلوه لو عندك الوقت الكافي انك تقدر تزورها. بعد مدينه مندوزا هناخد طياره تانيه ونطلع بيها لاقصى شمال الارجنتين ونروح على اقليم سالتا واللي هو على حدود دوله بوليفيا، عشان كده هتلاقي ان اغلب سكان المنطقه دي من السكان الاصليين واللي بشرتهم قمحيه. المهم ان في المدينه دي هاخدك عشان نزور جبل ال 14 لون. الجبل سهل زيارته بالعربيه وارتفاعه حوالي 4100 متر فوق سطح البحر. المهم انك لو عايز تشوف الالوان يبقى لازم تروح وقت غروب الشمس، مش شروق الشمس زي ما انا عملت، لان في الغروب بتظهر جمال الوان الجبال. وقبل ما اخدك على اخر مكان في الارجنتين، انا عايز اقول لك بقى ايه السبب اللي يخلي ان مفيش ولا منتخب من منتخبات الارجنتين ابدا تلاقي ان فيه لعيب ذو بشره سمراء. هم ثلاث اسباب. السبب الاولاني اللي قال لك عليه ان هم كانوا في زمان في القرن 19 و18 كانوا بيحطوا الناس اللي هي السمراء في الخطوط الاماميه في المعارك. ده بيقول لك كان اول سبب احتمال ليه هم اختفوا من الارجنتين. تاني سبب بيقول لك بسبب الحمى الصفراء قتلت الناس بتوع اللي هم الناس السمراء وسابوا الجنس الابيض، وانا اشك بصراحه في المعلومه دي. واخر سبب وده اللي انا متخيله وده اللي انا شايف ان هو اقرب حاجه للصح هو الاضطهاد والعنصريه في الارجنتين كانت عاليه جدا، والتطهير العرقي فيه في القرن 19 كان على اخره، فللاسف خلصت البلد من كل بشر السماء. وده كان اول احساس ليا وانا في الارجنتين، وانا لفيت كل امريكا الجنوبيه بس الارجنتين بالذات حسيت فيها فعلا ان في حته تعالي على اللي هم مش بشره بيضاء. علشان كده ده يفسر شويه ليه بقيت دول امريكا الجنوبيه عندهم مشكله شويه مع منتخب الارجنتين. دلوقتي بعد ما خلصنا الشمال تعالوا اوديك على جنه الله في الارض ونروح على اجمل مكان في الارجنتين كله واعرض شلالات في العالم، ونروح على شلالات الايكوازو اللي بتنحصر ما بين اتنين دولتين وهم البرازيل والارجنتين. عرض الشلالات 2.7 كيلو متر، وشوف مع جمال التصوير ده بس مش 10% من جمال المنظر لما هتكون موجود انت بنفسك وشايف المكان دوت في الطبيعة. وما كانش فيه اجمل من الاجوازو عشان نختم بيها البلد قبل ما نرجع على العاصمة بوينس ايرس. اتمنى في نهاية الفيديو تكون حسيت بجمال دولة الارجنتين وتكون شفت اغلب مدن دولة الارجنتين معايا. خلي بالك ان ده مش كل حاجة، فيه لسه مدن كتير ممكن كنت اشوفها بس علشان مدة شهر واحد بس ما كانتش كافية. لو انت عايز تشوف دولة الارجنتين صح افتكر 6 شهور لسنة اقل حاجة عشان تقدر تشوف جمال الدولة دي. الفيديو الجاي هيكون بلد جديدة، افتكر بلد ما فيش واحد على اليوتيوب عربي سافر الدولة دي، وهيكون عن الدولة التي نالت استقلالها في شريط فيديو. يا ريت بالمتابعة وتشوفنا الفيديو الجاي وهحكي لك قصة الدولة دي.